السيرة. الرياضة واللهو أمام عينيه صلى الله عليه وسلم. نادى القائد صلى الله عليه وسلم بطل الأمس سلمة بن الأكوع، ولما جاء أركبه معه على ناقته العظباء تكريما له. كان سلمة يستمتع بشرف الركوب مع نبي الأمة وقائد الدولة، وكأنه لا يريد النزول، لكن الله حباه بجسد غير قابل للتحدي، وقد أزعجه صوت أنصاري خفيف ظل يصرخ في الطريق ينادي الجيش بأعلى صوته: ألا مسابق إلى المدينة؟ سكت 500 مقاتل حياء فلم يردوا، فصاح مرة أخرى: هل من مسابق؟ هل من مسابق؟ وظل يكررها حتى استفز سلمة وهو خلف نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له سلمة: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ فقال الرجل المزوح بكل أريحية: لا، إلا أن يكون رسول الله. عندها شعر سلمة بحاجة إلى إسكاته، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت. فقال سلمة للرجل: أذهب إليك. لم يكد يكملها حتى قفز المتحدي عن راحلته وأصبح على الأرض وسط دهشة الصحابة، وثنى سلمة رجله فقفز عن العظباء، وبدأ الرجل يجري قبل سلمة، فركض سلمة ركضا خفيفا حتى ظن الرجل أنه سينتصر، ثم أسرع سلمة حتى اقترب منه، ثم خفف سرعته حتى لاحت بيوت المدينة. حينها شد سلمة كما شد بالأمس، فمر من عند الأنصاري الظريف فصكه بين كتفيه وهو يلتفت إليه مبتسما ويقول: قد سبقتك والله. فضحك الرجل وسلم بالنتيجة قائلا: أنا أظن. فاز سلمة بالجلاد أمس، وفاز باللهو والرياضة اليوم، فاز بين يدي قائده صلى الله عليه وسلم. كانت يدا سلمة ربيعا، ربيعا ينثال على الجميع، والجميع الآن في المدينة يرتاحون من عناء الحديبية وذي قرد، ويغتسلون من غبار السفر. كانت المدينة في انتظارهم، لكنها لم تكن في انتظار فارس عاشق، فارس تعشقه مثلهم، تعشقه لكنها لا تستطيع احتضانه. هو فارس أضناه الشوق إلى قائده صلى الله عليه وسلم، إلى إخوته، عجز السفر عن إتعابه، وعجزت القيود عن كسر إرادته وهمته، وعجز قلبه، عجز عن مقاومة الحب والحنين إلى محمد وصحب محمد.
وصل هذا الفارس المغوار، فغرز وصوله الألم في قلوب القائد وشعبه، وأسال الدموع وأحرق الأكباد. في ظلال السيرة.